اهلا بحضراتكم من جديد. في معايا في هذه اللحظات مداخله غايه في الاهميه مع واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، واللي يعني عملوا عدد كبير من المواسم المميزه مع النادي الاهلي، واللي ساهم بشكل كبير جدا في عدد كبير من الالقاب والبطولات والاهداف الحاسمه في مختلف الالقاب بالنسبه للنادي الاهلي. وفي الحقيقه هو الموسم ده كمان عامل موسم اكثر من رائع، واحد هدافي بطوله الدوري الممتاز. معايا في هذه اللحظات كابتن عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش. يا عمرو مساء الخير. يا امير مساء النور، ازيك؟ عامل ايه؟ اهلا بيك، اخبارك ايه؟ ما طبعا بمس عليك وبمس على كل مشاهدين قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا عمرو، انت منورنا في قناه النادي الاهلي، بيتك ده امر مؤكد. لكن في كل الاحوال جمهور النادي الاهلي بيسال عن عمرو، وفي كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت بخصوص عمرو جمال. احنا عايزين نعرف موقفك الفتره اللي جايه، الامور بالنسبه لك ماشيه ازاي، اهدافك ايه، مرتب اهدافك ازاي، وبتفكر ازاي في المرحله المقبله اللي هي هتكون بعد انتهاء مشوارك مع طلائع الجيش بنهايه هذا الموسم. والله يا امير، الاول طبعا الحمد لله الواحد عامل السنه دي موسم بجد موسم كويس الحمد لله طبعاً. رب العالمين. طبعا من خلال طبعا نادي طلائع الجيش والمنظومه العسكريه وكابتن عميد احمد المهدي، وطبعا المدير الفني كابتن عبد الحميد بسيوني، وكل الناس اللي موجوده في سواء لعيبه او هم اللي مساهمين ان الفرقه عموما وعمرو يظهر بالشكل ده، فطبعا بوجه لهم الشكر طبعا من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلالك. انا السنه دي يمكن انا اهدافي يعني عندي كان هدف واضح، كان طبعا ان انا امشي بشكل كويس وابقى واحد من الناس اللي ترجع المنتخب السنه دي، ولسه فاضل 5 6 ماتشات مهمين جدا في الدوري هنبتدي نستعدلهم من الماتش اللي جاي مع فريق طلائع الجيش. انا يعني كان كل تركيزي ان انا افنش الدوري بنفس المستوى، انت فاهم؟ طبعا. لكن يعني انا شايف ان في كلام كتير بيتقال طبعا وحاجات كتير بتحصل، فانا كنت حابب ان انا يوم ما اجي ادخل واوضح عن طريقك. كويس. انا يمكن انا بقول لك ان انا هدفي السنه دي ان انا طبعا كان لي هدف كبير قوي ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. كويس. وده لو ما حصلش انا الاتجاه الداخلي والنفسي من جوايا ان انا شايف ان انا حسمت قراري بنسبه كبيره جدا ان انا الاتجاه كله ان انا ابقى حتى لو حصل يبقى اسمي موجود ومرتبط بالنادي الاهلي لغايه ما اخلص كوره ان شاء الله في مصر او بره مصر. دي نقطه مهمه قوي يا عمرو، اسمح لي اقف عندها. يعني اذا بنسمع عن بعض العروض اللي بتيجي لعمرو جمال من انديه كبيره داخل مصر، فبالتالي لما بيجي لك انديه كبيره ممكن تكون العروض مغريه شويه. معنى كلامك انك مش بتفكر غير حتى لو انت ما رجعتش للنادي الاهلي مع بدايه الموسم الجديد ان يبقى اسمك بس مرتبط برضه بالنادي الاهلي، وده معناه انك ممكن ترفض بعض هذه العروض الهامه والكبيره من الدوري المصري، صح كده؟ انا بتكلم صح؟ دي حقيقه يا امير. انا طبعا الفتره اللي فاتت كانت شهدت يعني عروض كتير من اماكن كتير قوي. تمام. لكن انا كنت يعني يعتبر كنت هادي جدا لان انا كان محتاج في الوقت ده طبعا انت اسمك يرتبط بالنادي الاهلي وانت خارج من النادي، مش هقول لك تضحيه منك ولا حاجه. لكن اللعيب دايما بيبقى وهو حتى في سن لسه في سن يسمح له انه يبقى موجود في النادي كبير ونادي جماهيري وبينافس في بطولات مش بيبقى اهداف. لكن انا الحمد لله وانا في النادي حققت حاجات كتير قوي، والنادي كان ليه الفضل عليا ان انا اسمي يبقى موجود وعمر جمال يبقى موجود، فانا مش هعرف ان انا اخد اتجاه غير الاتجاه اللي جوايا او عكس الاتجاه اللي جوايا، ان انا بدين الفضل طبعا جوايا للنادي الاهلي. ودلوقتي يا امير بصراحه يعني انت شايف الحمد لله دلوقتي المنافسه في الدوري والمنافسه موجوده ما بين كل الانديه، دلوقتي في انديه كتير بتقدر عندها الامكانيات وتقدر تنافس وتقدر تشتغل، وخصوصا اقول لك عن نفسي عشت تجربه مع نادي طلائع الجيش الحمد لله. الواحد في سنتين وصل نهائي كاس، وصل نهائي سوبر، هيلعب سوبر مع النادي الاهلي، هيلعب كونفدراليه، فانت في المكان اللي انت بتروح له بتقدر تحط اهدافك وبتحققها من عن طريق وجودك في المكان، مش شرط انت هتروح فين عشان تقدر تحقق ايه او تعمل ايه. كلام معقول. انا من عن طريق تجربتي حظي حلو جدا مع منظمه عسكريه كبيره، مع طبعًا فني كابتن باسوني ومع العميد احمد المهدي، مع مجموعه لعيبه من الموجودين دلوقتي قدرنا نعمل شكل لينا كويس قوي ان احنا نوصل نهائي الكاس ونلعب ماتش كبير قوي مع النادي الاهلي.
قدرنا نوصل لنهائي السوبر مع النادي الاهلي ومعاد تاني مع بطوله ممكن تبقى موجوده. قدرت ان انت توصل تلعب في الكونفدراليه ودي اول مره في تاريخ نادي الجيش. فانت انت اللي اتوجدت ووجدت الحاجات دي، وجدت لنفسك الاهداف دي والحاجات دي، فاهم؟ فانت من عن طريق ان انت يبقى موجود في مكان منظم، مكان في اداره كويسه، في جهاز فني قوي، في مجموعه لعيبه كويسه، تقدر توجد كل الكلام ده. فانا بصراحه ده هيبقى الهدف والاتجاه بتاعي مع ارتباط اسمي مع النادي الاهلي ده في حاله عدم العوده للنادي الاهلي. ده الكلام ده في حاله عدم العوده للنادي الاهلي في الموسم طبعا الجديد. يعني في حاله عدم العوده هيبقى الاتجاه ان انا اشوف النادي اللي يتناسب مع طموحات، مع عمر جمال، الاداره كويسه، المشروع كويس، اللي الناس كويس بتفكر فيه كويس، حلو، واللي ما برضه ما يتخلطش مع ان انا ابقى موجود برضه باسمي وارتباطي باسمي مع النادي، هيبقى هو ده الاتجاه ليا. يعني انت من الاخر كده يا عمرو، عشان يبقى الكلام بسيط بالنسبه للجمهور، عمرو جمال مش عايز يروح اي مكان يخسروا جمهور الاهلي وتاريخه مع النادي الاهلي، صح كده؟ بالظبط ده امر، غايه في الاهميه. بالتالي يا عمرو انا عايز اتكلم معاك في بعض الجوانب الاخرى وتتعلق بعمر نفسه على المستوى الفني. ايه اللي فرق ما بين عمرو السنه اللي فاتت مع طلاع الجيش وعمرو السنه دي اللي هو يعني بينافس على لقب هداف الدوري وماشي بشكل ما شاء الله اكثر من ممتاز؟ والله يا امير، انا دايما ما بحبش حته الظروف، ما خدمتنيش، الحظ ما كانش معايا. يعني يمكن انا اقل حاجه من الناس اللي صريح مع نفسي، لكن انا فعلا اول مره ارمي الـ يعني انا كنت ممكن ابقى جزء ان انا قصرت في حق نفسي السنه اللي فاتت، لكن انا الظروف كانت اقوى مني شويه السنه اللي فاتت. اعاره، كانت اعاره ما تمتش في صفقتي، بعدين الوقت ما خدنيش ورجعت، كان ظروف التعاقد برضو كان فيها شويه مشاكل، ان انت بتنهي علاقه لسه ما كنت بتبتديها، بعدين تدخل مع فرقه اول مره بتطلع في مصر بره النادي الاهلي، فرقه جديده واجواء جديده وطموحات مختلفه، جهاز فني مختلف، لعيبه، نوعيه لعيبه مختلفه، انا بلعب وانا 19 سنه في النادي الاهلي، تمام؟ بالظبط. فالامور كانت برضو ما فيش، ما كنت بعيد عن الماتشات، كنت قبلها مصاب بفتره، فده كله ما. بعدين لما ابتديت بعد فتره كبيره ابتديت رجلي تبقى في الملعب، وابتديت ان انا اخد 6 7 ماتشات ورا بعض وتبقى مستقره، دخلت امور الكورونا فرجعنا بعدها وبعدنا فتره. فانا بقول لك فعلا مين اللي انا مش محظوظ فيها السنه اللي فاتت، لكن السنه دي يمكن انا حطيت، انا ابتديت بتفكير ذاتي من نفسي ان انا خلاص يعني نسيت اسمي شويه، انا اسمي لعيب في نادي طلاع الجيش، ولازم لو انا فعلا لعيب ليا اسم وليا امكانيات كبيره لازم احقق مع الفرقه دي حاجه، لازم صح. اعمل حاجه مع الفرقه دي، لان انا ما ينفعش ابقى موجود في مكان. الحمد لله انا في كل مكان اتواجدت فيه امير خدت بطوله، بالظبط، انا رحت بيدفست خدت بطوله ما خدوهاش طول حياتهم، وفي فنلندا برضو كذلك، في فنلندا خدت بطوله، اللي هو نادي الجيش كنت قريب جدا في الكاس، لكن طبعا النادي الاهلي وان انت بتلعب برضه بطل القاره واقوى فرقه في افريقيا والامور وبتاع، برضه حاجه ان انت توصل للنهائي مع النادي الاهلي في بطولات، ده في حد ذاته بطوله ان انت بطل، ان انت توصل للامور دي. انت النهارده بتلعب النادي الاهلي بامكانياته دي، وفي فرق في افريقيا مش قادره تقدر على النادي الاهلي وتوصل معاها ضربات جزاء، فده انت بالظبط قد ايه انت بتقول ان انت كويس وانت تقدر وانت فعلا اشتغلت على نفسك كويس قوي الحمد لله. ده امر كان ملحوظ بشكل كبير يا عمرو خلال الموسم ده. انا ده هدف كنت لازم اقول للناس، لا انا هقدر اعمل حاجه للنادي ولنفسي مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده ومع الجهاز الفني اللي موجود، والحمد لله بشكل كبير ربنا سبحانه وتعالى كان يعني قرر ان هو يقف جنبي، الظروف كانت كويسه، التوفيق كان كويس، فبتمنى ان انا انهي على شكل نفس الشكل باذن الله اللي انا بداته السنه دي الماتشات الجايه باذن الله. اخيرا يا عمرو بشكل سريع جدا، عايز منك رساله لجمهور النادي الاهلي يا عمرو قبل ما نختم. لا، رساله جمهور الاهلي مبروك طبعا على البطوله الافريقيه، وانا واحد من جمهور النادي الاهلي ومن ولاد النادي الاهلي، لو ما حالفنيش الحظ ابقى موجود في النادي الاهلي دايما، اسمي هيبقى موجود في النادي الاهلي ومرتبط، وابقى واحد الناس اللي اسمها مرتبط مع جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي لاخر الحياه. ان شاء الله باذن ربنا يوفقك يا عمرو، واحد من اللعيبه المحترمه المميزه جدا. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه والقيمه. عمرو جمال احد نجوم الكره المصريه واحد ابرز المهاجمين هذا الموسم في بطوله الدوري المصري، كان معنا على الهواء مباشره واتكلمنا معاه في عده جوانب وخدنا عناوين رئيسيه مهمه جدا بخصوص مستقبل عمرو جمال خلال الموسم الجديد.